ساعات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. دائماً بنذكر ومنقول إنه سوريا طلعت فنانات وكاتبات وناشطات وعالمات، ودائماً عم نلاقي نماذج تثبت هالشي. بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم طبيبة قدمت للطب اكتشافين مهمين. نادية محمد عوني سقطي هي طبيبة سورية انولدت بدمشق ب 23 أيار 1938. تخرجت من كلية الطب بجامعة دمشق سنة 1965. اشتغلت كطبيبة أطفال مقيمة بمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت وبمستشفى جاكسون بميامي، واشتغلت بعدة مشافي عالمية وأمريكية وعربية. انشهرت نادية سقطي باكتشافها مرضين مهمين. المرض الأول اسمه متلازمة سنجد سقطي يلي اكتشفته سنة 1988. المرض بيحمل اسم مكتشفينه اللي هن الدكتور سامي سنجد والدكتور نادية عوني سقطي، ونلقت هالمتلازمة بأطفال قطريين وكويتيين وعمانيين وأماكن تانية من الشرق الأوسط. وكمان بتتسمى هي المتلازمة بمتلازمة قصور جارات الدرقية، وبتتسمى كمان بمتلازمة الشرق الأوسط، وبتتميز هي الحالة بتخلف عقلي وبدني وخلل بالبنية. الخلل بالبنية بيكون ظاهر بالمصابين على عدة أشكال: وجه طويل ورفيع، عيون صغيرة وغايرة، أنف دقيق مثل المنقار، أدان كبيرة ومرنة، صغر بالرأس، شفاه رقيقة ونيرة طويلة. بالإضافة لهي الأعراض بتظهر أعراض تقزم واللي ممكن يكون سببها نقص هرمون النمو. بالإضافة لهيك بيعاني المصابين بهي المتلازمة من سوء طبق الأسنان وعدم انتظامها، ومثل ما قلنا هي المتلازمة منتشرة بدول الخليج أكثر من غيرها. المرض الثاني اللي اكتشفته الطبيبة نادية سقطي هو متلازمة سقطي نيهان تيسدل، واللي اكتشفوها الدكتورة نادية عوني سقطي مع طبيبين أمريكيين هن الدكتور ويليام نيهان والدكتور تيسدل، واللي كانوا يشتغلوا مع بعض بقسم طب الأطفال بجامعة كاليفورنيا. اتشخص المرض لأول مرة سنة 1971، وتسجلت أول حالة لطفل بيبلغ من العمر 8 سنين. بعدها تسجلت حالات قليلة. مع هذا المرض بتتلاحظ بعض التشوهات الولادية على المصابين. هاي التشوهات بتكون واضحة بالرأس والأطراف والجلد والأدان والقلب، وكمان بتبين من التحام عظم الجمجمة المبكر واللي بينعرف بمجال الطب بتعظم الدروز الباكر. كمان بيعاني المصابين من عدوى الجهاز التنفسي. كل هاي الأعراض بتظهر على المصابين قبل عمر السنة، بعدين بيتباطأ نمو الجسم، وممكن يحتاج الطفل إنه يمشي بواسطة العكاز وهو عمره 5 سنين. وهالمتلازمتين هدول أسبابهم طفرات وراثية. هي كانت أهم إسهامات الدكتورة نادية عوني سقطي بمجال الطب، واكتشافها لمرضين منتشرين ببعض المناطق بيخلد اسمها وبيخلينا نفخر فيها كبنت الشمس السورية. بنات الشمس معي أنا أماني.